من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعنه الله على اعدائهم اجمعين الى يوم الدين لا زال كلامنا في باب في ان الامام متى يعلم ان الامر قد صار اليه من كتاب الكافي الشريف الحديث الرابع من أحاديث هذا الباب عن صفوان قال: قلت للرضا عليه السلام: أخبرني عن الإمام متى يعلم أنه إمام؟ حين يبلغه أن صاحبه قد مضى أو حين يمضي. مثل أبي الحسن قبض ببغداد وأنت ها هنا. قال: يعلم ذلك حين يمضي صاحبه. قلت: بأي شيء قال يلهمه الله ذكرنا في الحلقه الماضيه ان الامام هو امام لكن تاره صامت وتاره ناطق يعني مثلا الامام الحسن والامام الحسين كان في زمن امير المؤمنين ايضا إمامين كانا إمامين لكن كان إمامان صامتين يعني الأمر والنهي لأمير المؤمنين علي عليه الصلاة والسلام وهما يأتمران بأمره ونهيه السلطة له بعد استشهاد أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام نطق الامام الحسن بمعنى انه تصدى للسلطه لا انه صار اماما بعد استشهاد والده لا كان اماما قبل هذه النشاه كانوا ائمه حينما خلقهم الله سبحانه وتعالى فجعلهم انوارا حول عرشه محدقين لكن النطق بالامامه يعني استلام الامر ومباشرته فعلا والصمت بمعنى عدم استلام امر الامامه فعلا. الان الامام صامت لان الامام السابق حي يرزق. تارة الامام اللاحق والامام السابق في مكان واحد ويموت الامام السابق والامام اللاحق موجود يرى موته هنا ماكو كلام السؤال إذا كان في بلدين وفي ذاك الوقت ما كانت وسائل الاتصالات موجودة لازم البريد يأتي وقد يطول هذا البريد شهر شهريا أقل أكثر فكيف يعلم بأنه صار الإمام الناطق هل حينما الإمام السابق يمضي يعني يموت أو حينما يصل الخبر الجواب حينما يمضي الإمام السابق كيف يعلم بذلك؟ هو ما عنده علم الغيب بالذات لأن علم الغيب بالذات خاص بالله سبحانه وتعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبه الا الله فاذا واحد يعلم بالامور التي غابت عن الحواس هذا لازم يكون بتعليم من الله سبحانه وتعالى كما قال امير المؤمنين في نهج البلاغه ولكن تعليم من ذي علم يعني الله سبحانه وتعالى يوحي الى الانبياء بكثير من المغيبات والأنبياء يخبرون الناس فمن وصله ذلك الخبر إنما يعلم بأمر غيبي لكن عن طريق تعليم الله سبحانه وتعالى للنبي والنبي أخبره بذلك فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول هذا احد احدى الطرق لان يعلم الانسان بالمغيبات، يعني الان احنا هل نعلم باخبار كانت غائبه عن حواس الناس، لم تسجل في كتب التاريخ. ذلك من انباء الغيب نوحيه اليك. يعني بعض الانبياء مثل يوسف عليه الصلاه والسلام مثلا ابراهيم عليه السلام ادم عليه السلام هذه في كتب التاريخ لم تدون قضاياهم ليش لانه كانوا في زمن اسبق من زمن تدوين الكتب ما كانوا يبنون قصورا حتى نقول انه في الاثار وجدنا اثارهم فكيف نحن نعلم باخبارهم لان الله سبحانه وتعالى أوحاها إلى رسوله محمد صلى الله عليه واله والرسول تلا القرآن لنا فلذا نحن نعلم بأخبارهم. القيامة من الغيب الصراط والميزان والحساب والجنة والنار نحن نعلم بذلك، كيف نعلم؟ لأن الله سبحانه وتعالى أخبر رسوله والرسول تلا علينا القرآن. والله سبحانه وتعالى كما يوحي إلى الأنبياء قد يوحي إلى غير الأنبياء مثلاً أم موسى أم موسى هذه امرأة ولم تكن نبياً كانت مرأة عظيمة لكن لم تكن نبية الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. بل أكثر من ذلك الله سبحانه وتعالى قد يوحي إلى غير الإنسان: وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ. فالله سبحانه وتعالى كما يوحي إلى الأنبياء قد يوحي إلى غير الأنبياء. مع ملاحظة هذه لا بأس أن نذكرها أن الشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه ذكر أن المسلمين اتفقوا على عدم استعمال كلمة الوحي بعد رسول الله محمد صلى الله عليه واله في أي إنسان، وإنما يستعملون مرادفات الوحي مثل الإلهام. الإلهام والوحي باللغة بمعنى واحد أو المعنى متقارب. أنت الآن إذا واحد ألهمه الله سبحانه وتعالى بأمر سواء مباشرة في قلبه أو بواسطة ملك لا يستعمل في هذا الزمان لغير رسول الله بعده لا يستعمل كلمة الوحي وإنما يستعمل الإلهام ولذا في هذا الحديث الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام حينما سئل سأله صفوان بن يحيى وهو من أجلاء أصحابه أنه كيف علمت بأن أباك موسى عليه السلام قد مات طبعا شهيدا مسموما مات في بغداد وأنت في المدينة وبين بغداد والمدينة بالسير العادي عشرين يوم إذا بريد سريع جدا لا يقل عن اسبوع. الامام ماذا قال؟ قال يلهمه الله. الله سبحانه وتعالى يلهمه. لانه كما مر سابقا في علوم الائمه عليهم الصلاه والسلام. علوم الائمه اسبابها تختلف. من اسباب العلم إخبار الرسول صلى الله عليه واله، الله سبحانه وتعالى أوحى الشريعة مثلا لرسوله محمد صلى الله عليه واله، والرسول أخبر أمير المؤمنين عليا عليه الصلاة والسلام، ومن أمير المؤمنين عليّ انتقل من إمام إلى إمام، هذا هذه إحدى طرق علومهم، ومن الطرق الأخرى من علومهم الهام الله سبحانه وتعالى لهم. ومن الطرق الملك ينزل اليهم ويخبرهم في ليله القدر وفي غير ليله القدر. تنزل الملائكه والروح فيها باذن ربهم من كل امر، في زمن رسول الله كانت الملائكه في ليله القدر تنزل على رسول الله صلى الله عليه واله ويخبرونه بكل امر. من الله سبحانه وتعالى. وبعد الرسول تنزل الملائكة على الإمام في ذلك الزمان. هذا أيضا من الطرق. ومن الطرق أن أرواحهم من روح رسول الله صلى الله عليه واله إلى روح الإمام الناطق. يعني امام ذلك الزمان الان في هذا الزمان الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. هذه الله سبحانه وتعالى ياتي بها الى العرش ارواحهم فيطوفون حول العرش باذن من الله سبحانه وتعالى في كل ليله جمعه و الله سبحانه وتعالى يفيض عليهم من العلوم ما شاء، لأن العلم غير محدود، لا نهاية له. فهذه طرق لعلومهم، إخبار الرسول لهم، الإلهام، إخبار الملك، أو الله سبحانه وتعالى أرواحهم يرسلها حول العرش. فلا يرجعون إلا بعلم مستفاد. هذا الحديث الرابع. الحديث الخامس من أحاديث هذا الباب عن هارون ابن الفضل قال رأيت أبا الحسن علي بن محمد في اليوم الذي توفي فيه أبو جعفر، يعني رأى الإمام الهادي في اليوم الذي توفي فيه الإمام الجواد، الإمام الجواد مات مسموما في بغداد وكان الامام الهادي في المدينه لان الامام الجواد كان يسكن المدينه المعتصم العباسي دعاه الى بغداد طبعا قسرا فالامام ذهب الى بغداد وفي نفس السنة أمر المعتصم بسمه فمات مسموما. رأيت أبا الحسن علي بن محمد في اليوم الذي توفي فيه أبو جعفر عليه السلام، فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون، مضى أبو جعفر يعني مات والدي. قلت: وكيف عرفته؟ قال: لأنه تداخلني ذلة لله لم أكن أعرفها بيان ذلك العلامة المجلسي رضوان الله تعالى عليه في مرآة العقول في أماكن متفرقة يبين هذه المسألة بشكل مفصل نحن نختصر الكلام في جمل الله سبحانه وتعالى ليس له حد. إحنا محدودون محدودون بمكان بزمان قدرتنا محدودة علمنا محدود وهكذا. لكن الله سبحانه وتعالى غير محدود لا حد له. وتفصيل ذلك قد مر في باب التوحيد. وحيث ان الله لا حد له فمعرفه الله ايضا لا نهايه لها واحد يعلم بوجود الله فقط هذه معرفه لدرجه واحد يعلم بوجود الله ويعلم بعلم الله بان الله عالم هذه درجه اعلى واحد يعلم بان علم الله سبحانه وتعالى عين ذاته من صفات الذات هذه درجه اعلى. وهكذا وهلم جرا. معرفه الله سبحانه وتعالى لا حد لها، لماذا؟ لان الله لا حد له. والله سبحانه وتعالى افاض معرفته على الناس باختلاف درجاتهم. عامة الناس بفطرتهم يعلمون بوجود الله سبحانه وتعالى. وأكثر من ذلك بتعليم من الأنبياء وقسم منا أيضا بالفطرة والعقل. فحيث أن معرفة الله لا حد لها، الله سبحانه وتعالى باستمرار يفيض علم ومعرفة به إلى الرسول وإلى الأئمة عليهم الصلاة والسلام هذه هي النقطة الأولى فيزدادون باستمرار علما ومعرفة الروايات اللي تقول أنه في كل ليلة الجمعة أرواح الأئمة مع روح الرسول تذهب إلى العرش وتطوف على العرش حول العرش وترجع بعلم مستفاد هناك أكو بحث شنو هذا العلم المستفاد إذا علم الشريعة فالله سبحانه وتعالى اخبر رسوله محمدا بكل تفاصيل الشريعه. اذا الاحداث الله سبحانه وتعالى اخبر رسوله بما كان وما يكون وما هو كائن. شنو؟ لو شريعه لو احداث اكو علم اخر مثلا. العلوم المختلفه الله سبحانه وتعالى علمها رسوله صلى الله عليه واله. سواء العلوم السابقة أو العلوم اللاحقة أو التي تكتشف لاحقا الله كان يعلم بها فشنو هذا العلم المستفاد أقوى الوجوه أن هذا العلم المستفاد هو زيادة معرفة بالله سبحانه وتعالى المجلس رضوان الله تعالى عليه في كتاب مرآة العقول يقول ولما كانت الامامه منتهى درجات الكمال للبشر، لان الامامه فوق النبوه، واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن قال اني جاعلك للناس اماما، هو ابراهيم في شبابه كان نبيا وكان رسولا، لكن في اواخر حياته بعد ان اتم الامتحانات اللي من اصعبها مساله ذبح اسماعيل فاتمهن يعني نجح فيهن. قال اني جاعلك للناس اماما. وليس كل نبي امام، وليس كل رسول امام. بعض الرسل كانوا ائمه. زين يقول ولما كانت الامامه منتهى درجات الكمال للبشر. وهو يستلزم نهايه معرفه لله عز وجل. وهي مستلزمه لغايه الاخبات والخضوع له تعالى. فلذا استدل بحصولها على حصول الإمامة الإنسان كلما معرفته ازدادت إخباته وتواضعه يزداد يعني ذول اللي يعصون الله سبحانه وتعالى شنو السبب عصيان الله؟ لأنه لا يعرفون الله معرفتهم سطحية معرفة بسيطة اللي يعرف الله سبحانه وتعالى حق المعرفه هذا لا يعصي. هذا يخبت لله سبحانه وتعالى، الإخبات غايه الخشوع والخضوع. ان قلوب المخبتين اليك والهه في زياره امين الله. يعني مثلا واحد من الأصدقاء ينقل يقول أخويا كان صغيرا عمره سنتين ثلاث سنوات وذاك الزمان في الزمن الماضي كانت هناك حيات في البيوت هسه الآن بسبب تطور البناء وتطور السموم وتطور كذا هذه الأمور قضية عليها عادة في البيوت في المدن لعله في القرى لحد الآن بعض القرى هكذا أمور موجودة يقول يوم شفت أخوي الصغير ده يلعب ويا حية ماسك الحية يلعب بها زياد هذا ليش يلعب بالحية لأنه لا يعلم بأن هذه الحية لها سم لما يصير كبير يعلم بأن الحية لها سم وأنها تلدغ وأن سمها قد يكون قاتلاً أو قد يكون مؤلما إذا لم يكن قاتلا يخاف منها واحد يعلم بأن الدولة قوية وأن القضاء مستقل وقوي وأن العقوبة شديدة وأنه تحت المجهر كاميرات جواسيس مخبرين كذا مراقبي 24 ساعة هذا لا يخالف القانون لانه يعلم بان الحكومه قويه والعقاب شديد وانه تحت المجهر تصرفاته اما واحد ما يدري تشوف واحد مجرم يرتكب جريمه وهو مراقب ما يدري انه مراقب يروح يرتكب الجريمه إذا الإنسان يعلم بأن الله سبحانه وتعالى شديد العقاب. وأن الله سبحانه وتعالى عالم بكل تصرفاته، وعالم بما في قلبه. هذا ما يعصي الله سبحانه وتعالى. وكلما ازداد معرفة بالله ازداد خشوعا. ازداد خضوعا. البعض يسأل يقول مثلا الرسول صلى الله عليه وآله. وامير المؤمنين والائمه والانبياء يعلمون بانهم معصومون ويعلمون بانهم من اهل الجنه ويعلمون بان الله سبحانه وتعالى راض عنهم، هسه الواجبات يعملون بها، المحرمات يتركوها، ليش من الصبح الى الليل ينشغل بالبكاء والنحيب والدعاء والصلاه؟ ليش؟ الجواب هذا السؤال غريب ليش لان الانبياء والائمه عليهم الصلاه والسلام يعلمون ويعرفون بالله سبحانه وتعالى فلذا علمهم ومعرفتهم بالله اكثر من سائر الناس لذا خشوعهم اكثر تضرعهم اكثر بكاؤهم اكثر مو فقط واحد يبكي لاجل انه لا يدخل النار او يدخل الجنه لا نفس الله سبحانه وتعالى هو أهل التقوى وأهل المغفرة أهل أن تتقيه قال لأنه تداخلني تداخلني ذلة لله لم أكن أعرفها وأما الحديث الأخير من أحاديث هذا الباب عن مسافر مسافر كان خادما في بيت الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام. قال أمر أبو إبراهيم يعني الإمام الكاظم حين أخرج به، يعني حينما اعتقلوه من المدينة ونقلوه إلى العراق، البصرة أولاً ثم بغداد. أمر أبو إبراهيم أبا الحسن الرضا عليه السلام أن ينام على بابه في كل ليلة أبداً ما كان حياً إلى أن يأتيه خبره. قال الآن إذا أروح هذه الدار فيها زوجات الإمام الكاظم فيها أبناء الإمام الكاظم بنات الإمام الكاظم والإمام الرضا كبيرهم فأنت في كل ليلة تعال ونام في هذه الدار حتى يكون قوة لقلوبهم واليهم الآن بالسجن مو معلوم مصيرة هم في خوف فالكبير حينما يأتي يكون نوع من التسكين لخواطرهم قال فكنا في كل ليلة نفرش لابي الحسن في الدهليز. الدهليز هو الممر بين الباب والدار. تفتح الباب اكو ممر حتى تدخل الى الدار. ما كان بعد يدخل الى داخل الدار. يخليهم اهل الدار يضعهم في راحتهم. وانما ينام في الدهليز. ثم ياتي بعد العشاء فينام فاذا اصبح انصرف الى منزله. قال فمكث على هذه الحال أربع سنين لأن الإمام الكاظم حينما اعتقل من المدينة إلى حين استشهاده طول أربع سنوات كان أربع سنوات المرة الأخيرة من سجنه فلما كان ليلة من الليالي أبطأ عنا بعد العشاء كان يجي ما وفرش له فلم يأتي كما كان يأتي فاستوحش العيال وذعروا ودخلنا امر عظيم من ابطائه. فلما كان من الغد اتى الدار ودخل الى العيال وقصد الى ام احمد. ام احمد من زوجات الامام الكاظم وابنها احمد المدفون في مدينه شيراز المعروف هناك بشاه شراغ. فقال لها: هات التي اودعك ابي. وداع اللي يمج اعطيني اياها فصرخت ولطمت وجهها وشقت جيبها طبعا شق المرأة جيبها لزوجها لا يجوز لموت زوجها إلا بالنسبة إلى المعصومين عليهم الصلاة والسلام واحد يجوز أن يشق جيبه للمعصومين فأم أحمد شقت جيبها لا لأن الإمام الكاظم كان زوجها وإنما لأنه كان إماما وشقت جيبها وقالت ما أتى والله سيدي فكفها قال لها سكتي الآن مو من الصالح أن يعلم بذلك أحد وقال لها لا تكلمي بشيء ولا تظهريه حتى يجيء الخبر إلى الوالي فأخرجت إليه صفطا صفط معرب كلمة سبد يعني فت صندوق أو شيء هذا شنو هل كان الجفر الابيض اللي فيه ودائع الانبياء كتبهم او الجفر الاحمر الذي فيه ودائع الانبياء سلاحهم سلاح رسول الله مثلا لا ندري فاخرجت اليه سفطا والفي دينار او اربعه الاف دينار فدفعت ذلك اجمع اليه دون غيره وقالت انه قال لي فيما بيني وبينه وكانت اثيره عنده يعني مكرمه عظيمه احتفظي بهذه الوديعه عندك لا تطلعي عليها احدا حتى اموت فاذا مضيت فمن اتاك من ولدي فطلبها منك فادفعيها اليه واعلمي اني قد مت وقد جاءني والله علامه سيدي انت اجيت وطلبت الوديعه فقبض ذلك منها يعني ذلك السفط وتلك الدنانير وأمرهم بالإمساك جميعا يبدو أنه أم أحمد عندما صرخت أهل الدار علموا بذلك إلى أن ورد الخبر ورد الخبر من البغداد إلى الوالي أن موسى بن جعفر عليه السلام قد مات في السجن وانصرف يعني انصرف الإمام الرضا فلم يعد لشيء من المبيت كما كان يفعل فما لبثنا الا اياما يسيره حتى جاءت الخريطه بنعيه الخريطه يعني كيس يختم حتى يبقى ما فيه سريا فعددنا الايام وتفقدنا الوقت فاذا هو قد مات في الوقت الذي فعل ابو الحسن عليه السلام ما فعل من تخلفه عن المبيت وقبضه لما قبض هسه ليش في تلك الليله تخلف عن المبيت لعله بطي الارض ذهب الى بغداد وغسل وكفن والده لان الامام لا يغسله ولا يكفنه الا امام كما مر تفصيل ذلك، الله سبحانه وتعالى قادر على ان يعطي هذه الكرامه الى اوليائه كما انه جعل لسليمان ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر، يعني مسيره شهر كم ألف كيلومتر هذه في غدوة يعني في الصباح مثلا ورواحها شهر رواحها يعني في مثلا فترة العصر بمقدار مسير شهر الله سبحانه وتعالى أعطى هذه المعجزة لسليمان وقادر أن يعطي هذه المعجزة لمحمد صلى الله عليه وآله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله والله قادر أن يعطي هذه الكرامة وهذه المعجزة إلى الأئمة عليهم الصلاة والسلام هذا وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهر